كثير من الناس لا يعطون النساء نصيبها من الإرث، فهل من نصيحة؟ لا أظن أن هذا يقع، لا سيما في البلاد الإسلامية العريقة في الإسلام، لأن هذا أمر معلوم بالضرورة من الدين. قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن النساء فوق الأنثيين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلهن. وهذا أمر لا يخف، فلا يحل لأحد أن يمنع النساء من الإرث، ومن فعل ذلك فهو ظالم معتدي متعد لحدود الله عز وجل. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى الآية الثانية من آيات المواريث في سورة النساء، قال: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب. ثم هم مع تعديهم لحدود الله ظالمون لأنفسهم، إذ أنهم اكتسبوا بذلك إثما وأكلوا سحتا، وللنساء أن يطالبن بحقوقهن حتى ولو كان الذي منعهن من أقرب الناس إليه، لأنهن إذا طلبن بذلك فقد طلبن بحق. نعم. أحسن الله إليكم. تقول: أنا سيدة مصرية ومتزوجة من 32 سنة، وما زلت مع زوجي، ولي بنت وولد. البنت تزوجت والولد سيتزوج إن شاء الله، ولي منزل بثلاثة أدوار بست شقق، وأنا سيدة مؤمنة بالله، لم أترك صلاة فرضا واحدا، وأعبد الله من جميع ما أمرنا الله به من عبادة. ولي موضوع أريد أن تفيدونني فيه، أفادكم الله. أريد أن أكتب المنزل لابنتي وابني وأحرم زوجي من الميراث، فسألت بعض الناس فمنهم من قال لي: ربما تموتين قبل زوجك فسيرث، ويمكن سيتزوج من بعدي، والتي سيتزوجها سترث فيه، وأصبح واحدة غريبة ستأخذ الحصة التي كان أولادك سيأخذونها. والبعض قال: حرام، بعد وفاتك سيطرد من المنزل، والذي سيتسبب في طردهم الغرباء، وهو زوج ابنتك وزوجة ابنك. نرجو الإفادة في ذلك، بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. لي ملاحظات على ما جاء في سؤال هذه المرأة، منها أنها قالت: أنا سيدة، وكررت هذا مرتين، وكلمة سيدة أصبحت الآن وصفا عاما لكل امرأة حتى وإن كانت لا تستحق من السيادة شيئا، وأصبحت عرفا مرادفة لكلمة امرأة، وهذا فيما أظن متلقا من غير المسلمين، لأن عبارات المسلمين التي أخذت من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لم يكن فيها التعبير عن المرأة بالسيدة، وإنما حدث هذا أخيرا. فالذي أرى أن تسمى المرأة بالمرأة أو بالأنثى أو بالفتاة أو بالعجوز إذا كانت كبيرة وما أشبه ذلك. وأما أن ينقل لفظ السيدة الدال على السؤدد والشرف والوجاهة فيسمى به كل امرأة فإنه أمر لا ينبغي. ومن الملاحظات أنها وصفت نفسها بوصف يدل على التزكية، حيث قالت إنها امرأة تطيع الله في كل ما أمر به، والله عز وجل يقول: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وأما الجواب عن سؤالها وهي أنها تريد أن تكتب منزلها لأولادها دون زوجها، فإن كان هذا الكتاب وصية، أي أنها تريد أن توصي بهذا المنزل لأولادها بعد موتها، فإن ذلك حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وصية لوارث، وفرض الله سبحانه وتعالى المواريث، وقال: تلك حدود الله ومن يعص الله ورسوله يدخله نارا خالدا فيها، وقال: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وإذا أوصى شخص لأحد ورثته بزائد على ميراثه فقد تعدى حدود الله. أما إذا كتبت المنزل لأولادها في حياتها بأن وهبته لهم في حياتها دون زوجها فإن هذا لا بأس به، إذا كانت حين الهبة صحيحة غير مريضة مرض الموت المخوف، فإن هبتها لأولادها منزلها دون زوجها هبة صحيحة. نعم. ما الحكم فضيلة أن بعض الناس إذا مات الميت قام الذين خلفه بأخذ ماله كله، ويعطون الأبناء من هذا المال ولا يعطون البنات، بحجة أن البنات لا يطالبن بهذا المال؟ أرجو التوجيه في هذا الأمر. هذا محرم، بل من كبائر الذنوب والعياذ بالله، لأن الله تعالى لما ذكر الميراث ميراث الزوجين والأخ من الأم وهم أبعد من الفروع والأصول قال: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله نارا خالدا فيها. نعم. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدا فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب. فبين أن هذه حدود الله، وأن من تعدى حدود الله وعصى الله ورسوله يدخله نارا خالدا فيها. فعلى المؤمن أن يعطي كل ذي حق حقه من الإرث،
سواء كانوا رجالا أو نساء. فإذا مات إنسان عن ولدين وبنت وجب أن تعطى البنت خمس المال وأربعة أخماس للابنين لكل واحد خمسان، لقول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وهذه العادات والتقاليد عادات باطلة جاهلية لا يحل لأحد أن يقدمها على شريعة الله أبدا. والواجب أن يعطى كل ذو حق، أن يعطى كل ذي حق، وأن ترفع القضية إلى القاضي حتى يحكم فيها بشريعة الله، فتزول هذه العادة الجاهلية الجائرة الباطلة.